التربية المتساهلة نوع من أنواع التربية، ولكن هذه التربية تعتمد أيضاً على قلة الضوابط والقوانين والقواعد مع الطفل. وهناك بعض الأهالي يفضلون تربية أبنائهم بالتربية المتساهلة بسبب الصراعات التي ممكن قد يواجهونها مع أبنائهم، فلذلك يتخلون عن القواعد والضوابط والانضباطات في هذه التربية. ولكن نجد أن هناك كثير من السلبيات وأيضاً هناك بعض الإيجابيات في هذه التربية. البيئة المتساهلة مع الأبناء يمكن يجعل الأبناء سعداء، ممكن يجعلهم يكونون يعيشون حرية مطلقة في حياتهم في بداية حياتهم، ولكن نجد أيضا هذا النوع من التربية يجعل أبنائنا يعيشون نوع من الصراعات الكثيرة في المستقبل. ربما الآن في الحالة المؤقتة التي يعيشها الأبناء من خلال هذه البيئة التساهلية يبدعون أكثر، ينتجون أكثر، أيضاً يكونون سعداء أكثر. لا يوجد هناك ضوابط أو قواعد أو قوانين تضبطهم أو تحكمهم، وبذلك أيضاً الآباء يسهلون هذه الطريقة لأنهم يتخلصون من تلك الصراعات خلال لا، وخلال أيضاً لا يجوز ذلك، ومنع أبنائهم من أفكار معينة. إذن هذه التربية من وجهة نظري لها كثير من السلبيات وقليل من الإيجابيات. إيجابياتها ربما تكون مؤقتة، ولكن سلبياتها تكون على المدى البعيد، ممكن أنها تؤثر على شخصية هذا الطفل في المستقبل. من السلبيات التي ممكن نواجهها في التربية المتساهلة هي عدم تركيز الطفل، وأيضا نشوء عدوانية الطفل في المجتمع. نلاحظ أن هذا الطفل لم يجد التربية المنضبطة داخل البيت فلن يستطيع أن يجدها في الخارج. كلما وجد أو كان ضمن بيئة معينة أو حتى في المدرسة أو في بيئات أخرى فلن ينضبط مع المعلمين ولن ينضبط مع المجتمع بسبب عدم فهمه ووجوده، ولم يتربى على تلك القواعد الأساسية منذ النشأة البدائية. دائما النشأة تكون هي الأساس من انطلاق هذا الطفل. عندما نجد أن التربية المتساهلة لا تعلم الطفل الكثير من الضوابط، كثير من القوانين، فلذلك ينشأ هو يكون عديم المسؤولية في المستقبل، لا يجد أي مسؤوليات ولا أي ارتباطات مع الآخرين، لذلك يبدأ هو بطريقة عشوائية في المجتمع أيضا، وهذا الأمر في المستقبل يجعله أن يكون من المنحرفين، منحرفين سلوكيا، منحرفين انضباطيا في المجتمع. ممكن هو يتحول من إنسان طبيعي إلى إنسان مدمن، إلى إنسان منحرف فكريا كذلك بسبب عدم وجود هذا الانضباط. نحن دائما نسعى إلى ضبط ووضع قوانين داخل المنزل حتى نربي وننشئ طفل واعي ومتزن وسليم، ويواجه المجتمع بتلك القوانين وتلك الضوابط التي وجدت داخل هذا المنزل، ولا نتساهل عملية عدم تربيته بطريقة متساهلة في داخل المنزل حتى نتخلص من تلك الصراعات التي تكون موجودة داخل الأسرة. أنت كأب وأنت كأم لابد عليكما البذل المزيد من الجهد في تربية أبنائكم بالطريقة الصحيحة التي تنضبط بمسؤوليات معينة. كذلك من سلبيات هذه التربية التحصيل الدراسي. نلاحظ أن الطالب أو الطفل في هذه المرحلة إذا كانت لا توجد لديه أي ضوابط أو قواعد فلن يلتزم بالوقت ولن يلتزم بالدراسة بشكل صحيح، لأن لا توجد هناك قواعد وقوانين، فهو لا يدرك أهمية الوقت ولا يدرك أهمية الدراسة ولا يدرك أهمية العلم ولا يدرك أي شيء، فهو يدرك لرغباته الخاصة. فالطفل هو في بداية نشأته يرغب في الكثير من الأشياء، يرغب أن يكون حر منطلق يلعب ويعمل أشياء كثيرة، وكل ما يهواه يريد أن ينفذه ويريد أن يطبقه. فهل هذا شيء منطقي؟ فهو غير منطقي من وجهة نظر التربية الصحيحة السليمة التي تدعو إلى الانضباط وتدعو إلى تنشئة صحيحة. وكذلك من مساوئ التربية التساهلية هي المشكلات السلوكية التي يعاني منها الطفل في المستقبل. نجد أن الأطفال الذين يتربون في بيئة تساهلية لديهم مشاكل عدوانية أكثر في السلوك، ممكن هم يعادون المجتمع بسبب أفكارهم الغير منضبطة من داخل الأسرة، فبالتالي لا يكون متوافق مع أقرانه في المجتمع الذين تربوا بطريقة متزنة وبطريقة إيجابية وطريقة انضباطية أكثر. لذلك أدعو جميع المربين وكل من هم في هذه المرحلة في التربية التي
تكون بقواعد وقوانين وانضباط أفضل بكثير من تلك التربية المتساهلة التي لا تدعو إلى الالتزام ولكن تدعو إلى التساهلية أكثر وتدعو إلى العشوائية أكثر في مجتمعاتنا. أبنائنا مسؤولية، لذلك كان لابد أن نهتم بهم ونربيهم تربية صحيحة وتربية إيمانية أكثر فأكثر.